105 3 هو رقم الاس ام اس، و 385 316 هو رقم تليفوننا. نعم، في ام بالانجلش وبالعربي هي صفحتنا على الفيسبوك. عايز اقول عليا كمان، عليا البدراوي قالت ان هي اول رياضه لعبتها كانت جمباز وفازت بثلاث ميداليات، منهم واحده سيلفر واثنين برونز. كمان يعني من ضمن المجهودات في النطاق المصري خلال السنوات الماضيه، وتحديدا في حياة كريمة، العديد من الجهود في مختلف المجالات، مش بس في المجال الرياضي، في المجال الصحي، في المجال الاجتماعي، في مجال التضامن الاجتماعي، في مجال الثقافة. كل هذه المجالات الحقيقة حياة كريمة السكوب بتاعها واسع جدا جدا جدا، من ضمنه المنشآت الرياضية. ويمكن حلقة النهاردة عن الرياضة وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ولكن خلينا نروح لحياة كريمة نعرف أكتر وأكتر عن كل المشروعات، وكمان عن المشروعات الرياضية. بتنضم لنا الأستاذة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة. أهلا بيكي معانا على نغمة فام. أهلا وسهلا بحضرتك يا حبيبي. يعني حياة كريمة الحقيقة ما سابتش مجال إلا ونمت فيه خلال السنوات الماضية. التنمية تحت مظلة حياة كريمة في كل المجالات الحقيقة. يعني خلينا ندي ملمح لكل اللي بيسمعونا دلوقتي عن أبرز نشاطات حياة كريمة خلال الفترة الماضية، وتحديدا المجال الرياضي. الحمد لله، يعني زي ما أشرت، حياة كريمة بتقوم على فكرة توفير حياة كريمة لكل مواطن مصري ومصرية في كل مناحي الحياة وفي كل القطاعات، سواء قطاعات الخدمات أو الخدمات التعليمية والصحية وتقديم كافة الخدمات والبنية التحتية. فكان الرياضة يعني شق لا يمكن تغافله، لأنه يعني جزء كبير من تنمية الإنسان، إن يبقى اهتمام بكافة المناحي اللي ممكن تفيده في صحته وفي حياته. وطبعا الرياضة دي كانت حاجة مهمة جدا، بدليل إن الدولة في مبادرة حياة كريمة كانت موالية لجزئية التوفير الخدمات الرياضية في المراكز الشباب اللي تم تطويرها بشكل فعلا يعني يفتخر به. كمان توفير الكثير من المبادرات الرياضية، توفير مدارس بها ملاعب علشان صحيح. الطلبة مارسوا ده. خرجنا من فكر القديم اللي كانت الملاعب للأسف بتم استخدامها لتخزين المهملات والأشياء اللي بيتم تخزينها بشكل عشوائي بدل ما الطلبة يستخدموها. الحمد لله احنا دلوقتي بننزل في القرى نلاقي المدرسة فيها ملعب نظيف جميل، الطلبة بيمارسوا فيه دايما أنشطتهم، في دوريات دايما بين المدارس شغالة. حياة كريمة، مؤسسة حياة كريمة بتدخل كمان الحمد لله بنشارك في كثير من الفعاليات الرياضية زي المعرض اللي بتنظمها حياة كريمة، سواء بالتنسيق مع الجامعات أو بالتنسيق مع بمتطوع حياة كريمة. وده وكان في مونديال حياة كريمة كمان. يعني الحمد لله. طبعا احنا عندنا كتير من الأنشطة. كمان في سنة 24 إن شاء الله مؤسسة حياة كريمة بتهدف إن شاء الله إنها تطلق بعض الفعاليات والمبادرات اللي هيكون ليها تأثير إن شاء الله إيجابي جدا على الحياة الرياضية للنشء والطلاب، وهيكون ليها تأثير كبير في القرى يعني طبعا كافة القرى، يعني المؤسسة كافة القرى برضو، علشان ما نبقاش بنحيي بعض القرى اللي ما دخلتش لسه في المبادرة أو في تخطيط المبادرة. وإن شاء الله ده يعني إن شاء الله هنلمسه دايما على مدار الساعة. بيتم الإعلان عن الفعاليات دي على صفحاتنا على صحيح. مواقع التواصل الاجتماعي، علشان يبقى دايما عندنا أكبر قاعدة بتشارك. وطبعا بيساعدنا في ده
قاعدة متطوعين كبيرة من الشباب. احنا الحمد لله خرجنا من 23 بنفتخر ان احنا وصلنا ل 45 ألف متطوع من الشباب كلهم، بيساعدنا جدا الحمد لله ان احنا نوصل لغايتنا ونبدأ نحقق اللي احنا عايزينه، ونحافظ كمان على المكتسبات دي بشكل مباشر وغير مباشر. صحيح، إن شاء الله كمان الأجيال الصاعدة أن تكون متطوعة بعد أن رأت التغيير الحضاري لكل قرى حياة كريمة، تكون هي اللي بتغرس بإيديها تنمية مختلفة على مدار السنوات القادمة. أستاذة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، شكرا لوجودك معنا على نغم فم. الله يخلي حضرتك. شكرا، مع السلامة.